مريم عطلة، أهلا وسهلا فيك عبر موقع الفن. أهلا وسهلا فيكم. رحتي مؤخرا أغنية كيف جاني، كيف كانت أصداء مريم؟ مهضوم كتير يعني الحمد لله، بس كمان هيدا وضع الكورونا وكذا ما عم نقدر كتير نلامس الشارع، بس أكيد عبر السوشيال ميديا وهيك الحمد لله عم نحس هالنجاحات، وطبعا اتصالات اللي بتجيكي بعدين كرمال حفلات، فبتحسي إنه أثرت يعني مطلوبة، صرتي محبوبة. مهضومة أنا أكتر شي بحب كيف جاني العنزة أكتر من حالي. أي فنان مريم بتحبي ممكن أنك تغني ديو قريبا معه أو حاطة عينك عليه؟ والله مع احترام للكل وأكيد في كتير موهوبين، بس عن جد هيدا من زمان يعني ما كتير عندي الديو هاجس صراحة، يمكن بعد ما كتير أثبت حالي ويمكن فكر، بس أنه حاليا ما في، لأنه بحس الديو بده، لأني أنا بنت مسرح بده مبرر، يعني مش لمجرد أني بدي غني مع شاب تاني، أنه بحب يكون في قصة أو هدف من هالديو ليصير، أو ممكن بنت يعني، بس أنه يكون في هدف شيء يعني نقطة معينة بدنا نحكي عنها وتكون مفيدة أنه نكون اثنين شخصين. مريم، هل عندك أصدقاء بالمهنة بمسيرتك الفنية؟ هل برأيك أنه المهنة بتربي أصدقاء؟ هي دايماً النقطة اللي بقصة الوسط الفني بيقولوا لك ما في صداقات، هي مش قصة بالوسط الفني ما في صداقات، بس مثلاً كان بالتمثيل أو الغناء مش مثل موظف كل يوم عم يفيق يروح الوظيفة يتقابل مع نفس الأشخاص، فبتخلق علاقة مع الزمن طويلة وفيها علاقة وطيدة إذا بدنا نقول. فمثلاً الممثلين من مسلسل لمسلسل بيتغيروا كتير، بالحفلات يعني نحن مثلاً بنغني بنلتقى بالإيفنتات تكريمات، فبتكون هاللقاءات يمكن في أشخاص تحسي في شيء استلطاف أو مثلا بيشبهوك بتحبيهم، في ناس بتسعي تخلقي بينك وبينهم تفاصيل ويصير مثلا صحبة وروحة ورجعة مع بعض، بس في الآخر المهنة الفن بتسرقك، يعني يوم هو ببلد يوم أنت ببلد يوم ما بعرف مع أي جروب عم تشتغلي هو بتاني محل، فلهيك يمكن ما بصير هالصداقات الكتير ديب، بس أكيد أنه في ناس كتير وقفت حدي وعندي أصدقاء ملحنين وكتاب ومغنيين، بس أنه أكيد مش تبع كل يوم أنه خوش بوش، بس في أصحاب ستار أكاديمي طبعا مثل بهاء ميرا كل موجودين بلبنان على طول بنلتقى، يعني بعتبرهم هدول تخطوا مرحلة يعني مرحلة أنه علاقتي بفنانين هدول أصحابي أصدقائي. الأقرب لقلبك هيك أكتر شخص بتحسيه من الوسط الفني هو صديقك بكل معنى الكلمة؟ صدق مش لأنه هن مش معبى ناس مناح، بس أنا ما كتير اجتماعية، بس مثلا في مراحل مر مثلا توني أبي كرم مدامته كانوا مثل عائلتي التانية، أحمد ماضي بفترة كان صديق كتير مقرب، أستاذ ناصر الأسعد وكمان اليوم عنا شغل جديد معه، ما بدي أنسى حدا لأنه في أشخاص مر تفاصيل حلوة بيني وبينهم بحبهم كتير وبعرف أنه اليوم بس أحتاجهم بلاقيهم. هل في أعمال جديدة على صعيد التمثيل رح تكون؟ كان يمكن طريق آخر شيء بتذكره إذا ماني غلطانة، حالياً يعني عمين حكى بقصص، بس صراحة إذا ما شيء شخصية تخدم هلأ بعد هالخطوة الغنائية اللي عملتها ما عاد بدي خاطر، يعني إلا إذا شيء يقنعني من قلبي كممثلة لحس حالي قادرة أقدم شيء حقيقي. ليش بتعتبري التمثيل مخاطرة؟ مش مخاطرة، بس التمثيل بدك تحفظي وبدك تشتغلي كاركتر، بدك تعطي من روحك كتير وبياخد ساعات طويلة يعني، فبدك عن جد تكوني كتير يعني بدك، وفي حرفية مع التكرار بتكتشفي أسرار فيها، يعني ما فيكي فجأة تكوني فاصلة وتجي فورا ترجعي يعني كتير فأحيان بحس أنه فبدأ تفرغ إذا بدنا نقول عن جد يعني، فأكيد إذا أجا دور بدي يكون حاسة إنه أنا قادرة يعني قادرة أعطيه وقته، والسنة الماضية كان كل كتير كليبات وتسجيل واستديو، فحسيت إنه ما حأعطي حالي حقي إني أعطي الدور معناه وعمقه اللي لازم ينعطى. سوري. مسلسل الهيبة أديت دور سمية ومن بعده أديته الفنانة اللبنانية نيكول سابا، شو تعليقك على الموضوع؟ ولا شيء، منتج بيختار ممثلينه لغرض ما، غرض تسويقي، غرض درامي، ما في مشكلة أكيد، الله يوفق الكل. هل بتعدي أنك حققت ذاتك بالفن أو بتحس أنه بعد في شيء ما عملتي؟ في كتير أشياء لسه ما عملتها، لسه أنا عم نقول مرحبا، يعني أصلاً دايماً بفكر حالي وصل اللي بيوقع، لا وحقيقة لسه بدي كتير، يعني أنا يمكن بسبب ستار أكاديمي عرفنا بسرعة
واخذنا وقتنا لحالنا ونحن عم مثل ما عم نقول عم نجتهد بهالمجال لاكتشفنا مفاتيحنا لحالنا، ما حدا علمنا، ما اجانا حدا على الجاهز. فنضجت هيدا المهنة على عيون الناس، لهيك يمكن بحسوا انه قلنا وقت، بس حقيقة بدك كتير وقت بهالمهنة لتبلشي فعلا تعملي بصمة. مريم، انت قريب كتير من متابعينك على مواقع التواصل الاجتماعي وبتعبر دايما عن حالات اللي بتمر فيها، ما بتخاف انه تتبين نقاط ضعفك عبر مواقع التواصل؟ والله هلأ اللي بيقرأ مثلي وإنساني وبحس حيقراها مثل ما أنا بدي يوصلوا الإحساس، والسخيف والسطحي حياخد حيطلع نقطة ضعف ولا نقطة ليعيرني ولا شيء، فهذا الشخص ما بيعنيني، فما بخاف أبدا، بعبر عن حالي، ولما بحس إنه شيء كتير خاص بحاول أصلا ما أكتب عنه. يعني مريم حاليا شو الشيء اللي بيخوفها لمريم؟ أخ يعني شيء ما كان ببالي، بس هلا وقت قصة الكورونا أما مرضت وحسيت برفة عين إنه ممكن ما تكون موجودة. سلامة قلبي. الله يخلي لك إياها وسلامة قلبها. مرسي يا قلبي، الله لا يحرم حدا من أحبابه، والله هذا أصعب شيء ممكن الإنسان يمر فيه بالحياة. مريم بدنا منك كلمة أخيرة. بتمنى الصحة والعافية لكل الناس. ما عندي أعداء تيقولوا لي لعدوك ولمحبك، لأنه الحمد لله بحس أنه مثل ما الله بيحبنا مثل ما نحن لازم نحب بعضنا ونسامح بعض. الله يديم الصحة، وعن جد المحبة مفتاح كتير حلو بريح كل الناس، أحلى بكتير من الحقد والكراهية، فبتمنى بقلوب كل العالم. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليصلكم كل جديد.